bugün Türkiye'nin sorunu إن تركيا تعبر عن غضبها الشديد لما حدث اليوم في حلب من ضرب وإن تركيا تعبر وسوف تساند الشعب السوري في انتفاضته ضد ذلك الغاشم الكبير. نعم ونحن نعيب على الدول العربية موقفها السلبي تجاه تلك السياسة الباطشة بالشعب السوري وأنا أعلنها الآن وأتحمل مسؤولية ما أقول أن قواتنا الجوية سوف تهاجم وكر الإرهاب السوري اليوم لتطوقهم وتنقذ الأبرياء من هؤلاء الذين طغوا في البلاد وسوف يحدث ذلك اليوم. نعم.